الله، يعني صراحة حلقة اليوم مرة تحمس لأسباب كثيرة، غير أن الفقرات جدا جميلة والأخبار أجمل، وأيضا السوشيال ميديا يعني مليان. نقدر نقول الاستضافات اليوم كلها بنات، وأنا مرة أتحمس صراحة لما يكونوا معايا بنات وطيلة حلقة اليوم. خلونا نروح على طول لعالم السوشيال ميديا، واخترنا لكم هاشتاج سبحان الله أمس كنت أتكلم عنه مع المستشارة طراد باسنبول، وعن النصائح والفتاوي اللي تكون موجودة في السوشيال ميديا. فاليوم أطلقوا هاشتاج عطنا نصيحة مفيدة، وأنا حبيت الهاشتاج. ليش؟ لأنه في كثير من النصائح كانت موجودة فيه، أهمها أنها كانت بالنهاية نصائح مفيدة، مثلا تكلموا عن تجاربهم وعن الخلاصة اللي تعلموها، وأيضا ناس تكلمت عن الطيبة وحذرت من الاستغلال، وناس أيضا نصحت وقالت لا تصيروا كتاب مفتوح أمام أي إنسان. ليش؟ عشان لا يستخدم في يوم من الأيام ضدكم. وأيضا أعراض الناس ذكروها في هذا الهاشتاج والابتعاد عنها كان جزء من النصائح، غير النصائح التي تتكلم عن العفوية والصدق بنفس الوقت. وأكيد ما نسوا الأم في هذا الهاشتاج، والصداقة وكل العلاقات الجميلة اللي مرينا فيها بحياتنا. فعلا هذا الهاشتاج يفوز، أهم شيء تأخذوا منه الجميل وتسمعوا بعض النصائح اللي تحتاجوها في حياتكم وتبتعدوا عن بعضها. وأيضا